لطالما كانت الأفكار العظيمة تولد من تفاصيل صغيرة ثم تمضي بعيداً لتغير العالم. فكرة تتلوها فكرة، وسؤال يقود لإجابة، وإجابة تفضي لسؤال آخر، وعبر توالي الأفكار والأسئلة يتقدم العلم ويتشكل العالم ويولد عصر جديد من رحم عصر سابق. أفكار تتخطى قيود المكان وحدود الزمان لتبتكر تقنيات جديدة وحلولاً مبدعة لخدمة الإنسان. تدور الأفكار والأسئلة، فتتحرك عجلة العالم، وتبدأ ثورة معرفية جديدة، وتصبح الحياة أكثر ازدهارا. أحب التعمق في الجزيئات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، ففي قطرة الماء توجد الأسرار، وفي الخلية الواحدة تكمن مفاتيح الحياة. أمسك بالمجهر وأبحر في عالم صغير جدا، فأكتشف أنه لا يقل اتساعا عن الكون بنجومه ومجراته، لكنني لا أكتفي بفحص الجزيئات وتحليلها، بل أعيد بناءها بتقنيات ذكية. أفرح كثيراً حين أرى التفاصيل الصغيرة وأخطو نحو عوالمها الغامضة. دائماً لا أتوقف عند حدود الواقع، بل أتجول بخيالي في المستقبل، فبالإمكان دوماً أحسن من مكان. أرسم أشكالاً للأفكار وأبتكر لها ذكاءً، وتتصرف بفطنة وتكون في خدمة الإنسان. المشكلات تستثير ذكائي فتحفز إبداعي، أتتبع تعقيداتها وأسلك دروبها المحيرة حتى توصلني لابتكارات جديدة تدهش العالم. برؤية خلاقة متجددة نستطيع أن نزيد اخضرار الطبيعة ونضاعف ثمارها وإنتاجها. نستلهم الإبداع والتجديد من الطبيعة، ونسخر التقنية الذكية لفلاحة الأرض وزراعة البذور وري المزروعات وعلاج الآفات الزراعية، لتكون المحصولات أكثر جودة ووفرة واستدامة. يتجدد إبداعنا، فتتلاقى أفكارنا وتتحد هممنا لتجاوز تحديات الحاضر والمستقبل. نكون نهراً متعدد المنابع، لكنه يتدفق في اتجاه واحد بالخير والنماء. نرى أفكارنا ونلمس أحلامنا، وقد أصبحت تقنيات ذكية تزودنا بأدق المعلومات وتقدم الحلول لأعقد المعضلات. بعزيمتنا المتوقدة يزهر حاضرنا جمالاً، ويتوهج مستقبلنا إبداعاً، وتواصل الأجيال اللاحقة مسيرة العلم والمعرفة والإبداع والابتكار، لتنعم عماننا الحبيبة بثمار المعارف المتجددة.